اسمي إبراهيم جلبي من دير البرشة من لون مني. عمري 45 سنة، جيت الأردن هنا من 22 سنة وبشتغل نقاش. وأنا قاعد هنا أنا وولاد أخويا وبنروح من شغلنا للبيت ومن البيت للشغل. إيه ما أنت جيشك في قاعد المخلة زي ما زمان. بتاع الفيلتو. استعدادات العيد يعني هي تختلف شوية عن مصر، لأن إحنا هنا شباب ما عندهمش عائلات ولا حاجة، فبنعمل حاجات بسيطة يعني، بنشتري ملابس، بنذهب على الكنيسة، بنشتري الحلوى والفاكهة، بنعمل عملية العيد بس عملية رجالية يعني شوية مش نسائية. المنفس بتاعنا هنا هو الكنيسة، الكنيسة لينا منفس وبهجة وفرحة بنرجع لها وبنروح نصلي فيها باستمرار، ولما بنروح هناك بنحس يعني ان احنا مبسوطين، لان هي بتتبنانا هنا كمصريين، لان هي كنيسه وفي العيد هنا هي اسمها الكنيسه القبطيه المصريين، كل الموجودين فيها مصريين، فاحنا لما بنروح هناك بنحس ان احنا معيدين في بلدنا.